مرحبا. بتضم سوريا كتير من المواقع الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي، وكتير منها بيحمل طابع ديني وإنساني. اليوم رح نحكي عن معلمين دينيين موجودين بمنطقتين مختلفتين بسوريا. المعلم الأول دير سنبل، واللي انبنى بالفترة البيزنطية الرومانية ببدايات القرن الثاني للميلاد، ولعبت مدينة دير سنبل دور مهم كساحة لتدريب الحرس الإمبراطوري التابع لروما بين 284 لل 305 ميلادية. بعدها دخلت تحت الحكم البيزنطي من سنة 330 لسنة 637 ميلادي، وبسنة 637 ميلادي خضعت لحكم العرب المسلمين حتى احتلوها الصليبيين سنة 1098 ميلادية، وحررها منهم عماد الدين زنكي سنة 1149 ميلادي. ومن الناحية الطبيعية تعرضت المدينة لعدة زلازل مدمرة، أولها سنة 1157 ميلادية، والزلزال الثاني سنة 1408، والثالث سنة 1822 ميلادي. ورغم كل هاي الأحداث والنكبات يلي مرت على المدينة، ظلت المدينة صامدة بكتير من معالمها وشواهدها الأثرية يلي بتحكي تاريخها. أهمها حوالي 115 دار بتمثل بقايا الأبنية الفخمة والقصور والبيوت اللي كانوا يسكنوها الأغنياء، واللي كانت مبنية من عدة طوابق ومزينة بالأعمدة والأقواس والزخارف الفنية والدينية، وبيوت الناس البسطاء من عامة الشعب، بالإضافة لخمس كنايس أشهرها كنيسة البازيليك الشمالية. ودير سنبل هي واحدة من المدن المنسية الموجودة بإدلب والمدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. المعلم الأثري الثاني اللي رح أحكي لكم عنه اليوم هو دير ماراليان، وهو عبارة عن كنيسة أثرية قديمة ببلدة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي، وبتحتوي على رفات القديس اليان الحمصي، القديس المسيحي يلي انقتل خلال الاضطهادات الرومانية بالقرن الثالث الميلادي، وبعد ما هدي الاضطهاد نقلوا مسيحيين المدينة جثمانه لإله وبنوا كنيسة صغيرة باسمه. وقت صارت المسيحية دين الإمبراطورية، توسعت الكنيسة وتغطت جدرانها بجداريات الضخمة، وتم حفظ رفات القديس اليان الحمصي ضمن مذبحها الرئيسي. تميزت الكنيسة ببنائها وفق الطراز المعماري البيزنطي، وتزينت بأعماد الرخام، وكانت مقصد للسياح والزوار بعيد القديس اليان يلي بيصادف سنوياً 6 شباط. الشيء المؤسف إنه هدول الموقعين وقعوا تحت إيد التطرف ونالوا نصيب من التدمير والتشويه، ونحنا منضل على أمل إنه يجي اليوم يلي نسترجع فيه معالمنا التاريخية يلي بتحكي حكاية هالبلد على امتداد زمن طويل.